عرض الثمنات عرض عليه الثمنات عاد فيها اللي فيها هذه الوفرة في المنتوج المحلي كاين شويه واحد شويه ديال النقصان لان عوامل ديال الجفاف بالنسبه وكيكون حتى الاثمنه ديالو شويه مرتفعه لان هذا جا عامل ديال الجفاف وكيف كتعرفوا اليوم انت كتشوف كتصور دابا انت كتشوف هذا راه متزامن اللي بقى اليومين الرمضان اليوم راه اليوم الاحد يعني ان شاء الله الرحمن الرحيم نقدروا نقولوا غدا الاثنين رمضان ولا الثلاث داكشي اللي موجود في التمور المغربيه هو كاين في السوق ولكن الاشكال اللي كاين الثمن ديالها مرتفع دابا مثلا ملي كتشوف هاد التمر اللي حدانا كتشوف بوفكوس غادي ل 60 درهم حتى ل 70 درهم الجيه البادي من 400 حتى ل 860 داك الخلط وداك المسائل الاخرى ديال هذا حتى هي الثمن ديال التمر اللي كان داير 160 صباح اليوم في 260 هذا داك الرخيص وطلع الثمن يعني التمر المغرب المنتوج ديالو شويه ناقص هذه السنه ولكن كاينه الوفره في المنتوج اللي هو اجنبي المنتوج الاجنبي تبارك الله غازي السوق المنتوج الاجنبي متوفر من جميع دول المغرب العربي ولا ديال الخليج العربي راه المنتوج ديالهم كله كيتعرض هنايا والاثمنه ديالو مناسبه لجميع شرائح المجتمع يعني من 11 درهم حتى ل 860 ريال مثلا الجزائريه دايره 840 الليبيه دايره 600 المصريه كاينه فيها من 11 حتى ل 17 التونسيه من 26 27 حتى ل 30 العراق حتى هو موفر السكري السعوديه حتى هو موجود يعني المنتوج بشكل عام موجود في السوق الاشكال اللي كاين هو في المنتوج المحلي المنتوج المحلي شويه كاين قليل دابا المواطن دابا على حساب الجوده مثلا انا نقول لك انا اليوم الجزائريه كتباع في السوق هنايا اللي كيدي الوكال كيديها ب 860 كاينه باديه من 700 بالنسبه لبوفكوس بحال بوفكوس هذا ترجيجت هذا ديال الفيرما يعني هادو غير اللي كاين داكشي ديال الفيرمات اللي كاين اللي مخزنين الناس راه هادشي التمر كلها اللي كانت مخزنه في الفريكوات يعني باش الناس اللي مخزنه التمر من شهر 11 وشهر 10 اللي قلعوه هذاك كاين دابا العرش عندنا نسبه ديالو حتى هو من تقريبا من 520 وطلع على حساب الجوده يعني راه الجوده فيه وصلت 40 درهم باش كيتباع اليوم في السوق 750 760 هذاك اللي غادي يعاود يبيع كيبيع بديك 40 درهم مثلا جوج كيلو راه شاريها هو ب 750 ريال راه كيبيعها ب 40 درهم كيدي فيها في 50 ريال هذا اللي كيبيع مثلا هنا كيدي جوج دراهم كاين اللي كيبيع على درهم يعني الاثمنه على حساب العرض والطلب العامش ديال الربح حتى هو راه بنادم كيبغي يبيع لان راه كاين شويه ديال الركود لان الغلا شنو اللي جاب داكشي الغلا اللي كيمحرك مزيان في السوق هو الاثمنه ديال السلع ديال الخارج السلعه ديال الخارج راه موجوده وموفره بكثره وكي كتشوف المكازات هذا دابا حنا القاعه المقاعه كيتعرض فيها المنتوج المحلي وواحد النسبه ديال المنتوج الاجنبي اما بالنسبه للمحلات الاخرى راه هي كتعرض فيها تقريبا 100% ديال المنتوج الاجنبي والاثمنه كيف قلت لك راه من 11 درهم حتى ل 800 ريال 840 ريال هذه الجزائريه هي الطوب هي اللي شاده دابا راه السوق كاينه ديال ليبيا حتى هي 500 باديه من 520 على حساب الجوده ديالها هو اكتسحت السوق لان السوق شنو هو اللي خلاها تكتسح السوق لان المنتوج ديالنا حنا ناقص هذا عوامل ديال المناخ ديال الجفاف المنتوج ديالنا حنا ضعيف يلا كاينين الناس دابا بحال دابا ملي كتسمع انت دابا المجهول الناس اللي دايرين الفرم ديال بودنيب وديال هذا واللي كيديروا كيخزنوا ترى اللي خرجوا في ديك الوقيته راه كاين اللي باع وكاين اللي خزن دابا اللي حط شي حاجه في الفريكوات دابا هي اللي كتدخل هذا هو اللي خلى المساحه خاويه للمنتوج الاجنبي ولكن الا كان المنتوج المغربي بحال السنوات اللي فاتت راه كتبقى ديك السلع الاخرى راه الناس ما كيدوش فيها لان كيجي كيلقى المنتوج المغربي موجود بوفره واثمنه مناسبه والجوده حنا ما كنبخسوش هذيك راه فيها الجوده ولكن المنتوج ديالنا حنا كيفوقها في الجوده لان ملي كتلقى بوفقوس كتلقاه مثلا داير 600 ريال والمجهول داير 40 درهم هذا الشيء اللي داز هاد الثلاث سنوات اللي فاتت اما اليوم راه السوق
كتشوف الجهل الكاليبراج ديالو كي ضعيف بحال دابا التومور التومور زاكورا اللي قدامنا كتشوف الجوده ديالها ناقصه لان العامل ديال الماء لان الجفاف هو اللي خلى هذه المسائل هذه كاينه عندها السلعه ديال الجزائر هي نقيه عندنا التونسيه كاينه الجزائريه كاين جميع الماركات كاينين كاين الامارات كاينه المصريه زعما جميع المنتجات كاينين لهم حاجه نقيه وفي متناول الجميع غير بالنسبه لهذه الوضعيه ديال هذا المارشي هنا اللي الناس مكرفصه شي شويه ودابا بالنسبه لهذه السلعه ما خصهاش تحط في هذا الوضع بحال هذا والناس مكرفصه المجلس ما داهاش في السوق ما عندهمش فيه السوق كاع كتشوف دابا على هذه الحاله ديال المارشي ديال الكرو كيجيو ليه الناس من جميع انحاء المغرب والجنوب كامل كيتغدى هنا وكلشي كيتغدى هنا على هذه وضعيه كيجلسوا فيها الناس ماشي شي وضعيه هذه كيجلسوا فيها الناس المجلس ما عندوش سوق في هذا الشيء عندك هو كيتخاف ويتخلصوا معاه في الباب عاد تخلص الصانك وتخلص الواجبات خصك تخلصهم قبل لا تدخل ولكن فاش كتدخل داخل كتلقى مأساه اخرين عاوتاني هذوك لا حياه لمن تنادي بالنسبه لنا الاثمنه هادشي اللي كتشوف كلشي حنا عندنا مشكل ديال خصك تساعد بزاف مع الكليان لا لانك ما عندكش فين تدي هاد السلعه مازال شتي السلعه هادي خصك ليها بزاف د الحوايج اللي ما موفرينش هنا خصك الفريغو ما كاينش خصك الله يحط فين تحط سلعتك هنا ما كاينش فين تديها تحطها تخبيها بالميكات تديها تخبيها بالميكات تضرب عليها ناس سخونيه كيف تولي غادي تخرجها غادي تولي السلعه مسمومه ما بقاتش حاجه اللي هي اللي استفد منها الانسان اللهم كتحاول بما امكن انك كتطيح في المنتوج ديالك وكتنقص في الثمن باش يلاه كتقات مع يلاه عندك واحد شويه ديال الربح مع الانسان عاوتاني خص السلعه ما تبقاش ليك لان ما شي حاجه اللي غير تحميك ما كايناش حنا كنعيشوا هكا عشوائيا عار هنا عار ضيع هاد الناس اللي ضايعين هنا لومبالاج هذا داير 55 درهم ديال نص كيلو 50 درهم للكيلو وهذا لومبالاج هذا داير 70 درهم للكيلو داير 70 درهم للكيلو هذا لومبالاج هذا السلعة الخير موجود خير موجود كل عام كنجيو للانسجان كنصوفو هذا السوق هذا كنبيعو السلعة ديالنا هنا كنجيبو السلعة من تاوناس كنبيعوها في هذا السوق هذا ديال انسجان المهم الاقبال كاين شي شويه مزيان كنبيعوا السلعه كنجيبوا السلعه كنبيعوها هنايا الثمن مزيان المهم خير موجود كاين الثمن هذا العام كاين الثمن مرتفع شويه السبب المنتوج قليل بزاف هذا العام السلعه قليله شويه تما عندنا في المنطقه ديالنا في تاوناس وداك الشيء هذا هو السبب علاش هذا العام كاين شويه الثمن وداك الشيء